اربع حبات طماطيه يا ما يمتلك غير اربع حبات طماطه، شنو سويت؟ شنو فكرت؟ قالت باسمك اللهم يا رب السماوات بارك بالطماطي يا فحلت البركة وجاءت البركة في الطماطي، جاءت بركة شنو بركة؟ فاجتمع القوم وبدأوا بأكل البسباس، شنو بسباسة؟ شنو بسباسة يا 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 شنو بسباس يا بسباس يا فجمعت الكمولة مع السومة والكبزرة والطماطة يا طماطة يا 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 فلما اجتمعت الطماطة والفلفلة البسباس والكمولة مع الملح شنو صارت؟ صارت والفتن ومودة يا 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 فأكل 100 رجل من 4 حبات طماطم حتى شبعوا، شبع كل هؤلاء القوم شنو؟ لأن ابنة الإمام المبجل القائد الأعظم البار بارك الله فيه طبطب على الطماطم وقال يا طماطم إن شاء الله تكفيني 100 رجل، فزادت قال سيدي الأئمة. فطلعت اللهبة، تعرفون شنو اللهبة؟ قولوا معايا يا الجامع، والله حرقانة يا بسم الله. شنو من بركة؟ شنو من علم؟ ثم جاءت بحبتين من البرتقال وقطعتها وقالت ربنا رب السماوات بارك بجزيئاتها، ففرقت على 100 رجل. فقلت وأنا سيد الأئمة يا البرتقالات.